شباب شباب حبيبي، اليوم جبنا التلفزيون خليناه بالمضيف، قعدنا سكتنا. اليوم راح نتابع مؤتمر ضمام الاهوال للتراث العالمي، وان شاء الله يوافقون انضمام الاهوال ان شاء الله. بس ما اعتقد شنو حصل على اساس يقولون تجي منظمات الدوليه تبني مدارس ومستشفيات ويقولون مزيدك من الشعربيه تقول الاهوال بعد مجف يا الله. متفائل متفائل ان شاء الله. يلا according to the statement jointly signed with the Islamic Republic of Iran. Thank you. Thank you very much. So we can move to the adoption of the draft decision as amended. I see no objection. I declare decision 40.3b16 adopted as amended. مشاهد مؤلمة جدا ما يتحملها أي بشر عند غيرة على هذه القاع. قبل كم سنة استبشرنا خير وفرحنا كل شوية، كل العراقيين فرحوا من رجعة جنة العراق، لكن سرعان ما اختفت وتحولت من خضراء إلى صحراء، ومن خيرات وثروات عظيمة إلى فقر، ومن حياة إلى عدم. حديث يا سادة عن الأهوار العراقية، فرحنا لما انضمت إلى لائحة التراث العالمي، لكن هذا كان بالماضي، اليوم وكأن إحنا بالربع الخالي من الكوكب. ابقوا يعني. كل هنا متضرر داخل الهور، العوائل، أطفال، شباب، شياب، نساء، كلها متضررة هنا. يعني هي الشغلة الوحيدة هنا اللي يربون هذه المواشي. سجاد هذا البطل واحد من العشرات أو المئات الأطفال اللي يشتغلون هنا، عمره 10 سنوات، لا توفق بالمدرسة ولا توفق بهذه المهنة، راح للمدرسة على أساس أنه يدرس ويتعب وينجح ويتفوق، وبعدين تركها على مود يساعد أهله يجي هنا بتربية المواشي. وبالتالي شنو صار سجاد؟ التالي قضن موت. التالي قضن موت. أي قمنا نحول هنا بركة ونقوم نطلعها، ولا أنا حصلت من مدرستي توظفيت، ولا أنا حميت حلالي. يابا لا أنا حصلت من مدرستي ولا أنا حميت حلالي. أي تعفت المدرسة حتى تساعد، عاد حتى ساعد أبوي بالحلال. ساعد أبوك بالحلال. أي ما عد أحد غيرك يساعده؟ لا ما عد أحد، بس ستة، بس أنا. يعني تجي قدامت المدرسة وعفتها سنة واحدة. أي تعرف تقرأ تكتيب؟ لا وين كشي ماكو، كشي ماكو. أي لا تعرف تقرأ لا تكتيب؟ لا عفتها ضحيت في المدرسة تروح. أي على مود رزقكم هذا. أي عيشتكم. أي على مود عيشتنا. عيشتكم. أي وبعدين؟ وبعدين دوامنا قضن. قضن موت؟ أي قضن موت. ظل ظني بذن وظل. هاي لأن إيش قد مات عندكم؟ بعدين 10. 10. أي هسه هنا شلون حياتكم سجاد؟ هسه هنا هم يجي موت. هسه يموت هذا. أي ما يظل غير؟ لا يموت ما يظل. يموت. اي انتوا حياتكم شلون يا ناس؟ حياتنا بالضيم. بالضيم. هات تشوف انت حياتنا. سولف لي عنها يعني. حياتنا انا اقول لك كله لاحانا منه. كله لاحاك. اي عوز. عوز. اي كله ما عود رديناها على الحلال. اي اول سنه زينه، ثاني سنه ماكو. انه بهاي السنه جايه حتى تشوف هاي السنة. شوفت عينك كشي ماكو. اي كشي ماكو. كشي ماكو. اي
وانت هنا عوائل هواية قاعدين هنا بهاي المنطقة. ايه تعلم وانت الحلال عيشتنا. والحلال راح. والحلال راح. شال من بعد باقين هنا؟ باقين عشان سووا بس. ما تعرفون تقعدون غير. ايه ما نعرف بس نقعد يقتلنا جوع. يقتلكم الجوع. ايه. هسه احنا جايين على موضوع الجفاف وشي بس شفت واحد يعني كلامه يفوق عمره مرات يعني واحد عمره عشر سنوات فاهم مو يسولف فاهم الضيم فاهم معنى الضيم والجوع والعوز من يسولف ولا وشو فهم واحد المفترض بعمره يعني كي طفل عايش على الاقل يلعب ويا اصدقاء انت شايف اصدقاء لعبوا وياهم درست بالمدرسه سنه وطلعت بعد اي بعدني كل شيء ما عرفت وانا تهجيت وبعد من واخذت قلم بعد ما عرفت اديت للحلال حياتك هنا لا شايف ناس لا ولا شايف كل شيء ما شايف كل شيء ما شايف هنا عود احنا نجي بالبيت بس بالبيت هنا اي بس بالبيت لا وين تطلع هنا وين يروح وش اطلع شي يطلع مدرسة فلس لا. منها مهنته فلس منها كلها فلست منها كلها فلست منها وانه بحلال هم همرا يدي موت هم هذا الباقي هذا الاثنين ثلاثة يدي موتن اي ما عنده حيلة يعني الطفل هنا فاهم اللي المأساة والدمار اللي حل بالأهوار وحجم الضرر يعني اعتقد سجاد كلامه يختصر كلام كل أهل الأهوار اللي بهذا العمر ومتشبع بالضيم وفاهم كل القصة كل اللي صار إذا كان كلام سجاد وافي للعقلاء فأتمنى يوصل إلكم حتى تسمعوا زين ويكون فد إجراء يعني ما مرد نسولف أكثر وياه الله يعينكم يا عمي اي سوق تزوره اي مركز تجاري تروح عليه مهما كان متواضع مهما كان بسيط تشوف موجودين بيه على الاقل اكو متبضعين اصحاب هذا المركز التجاري اصحاب هذا السوق الا بهذا المكان علوة السمك الرئيسية خلينا نقول بكل الجنوب لقينا بيها بس طفل واحد صار له اكثر من 10 ايام ما مستفتح صار لك اكثر من 10 ايام حصل ربع لا شكرا عمو هذا المكان اللي جاي شوفه كان مزدحم تماماً بالمركبات اللي موجودة على هذا الجانب كانت تصطف القوارب اللي تيجي محملة يومياً بمئات الأطنان أنا أتحدث يومياً الأهوار تنتج من 100 إلى 150 طن وذكرتها من الأسماك مختلف أنواع الأسماك اليوم يا عم أقول لك كل شي ماكو بس هذا الولد هذا الطفل اللي موجود هنا ينتظر مثل كل يوم يجي القارب ويجون الصيادين محملين البضاعة مالتهم حتى يساعدهم يستفاد لا لقينا عمال لا لقينا صيادين حاول احنا باقين هنا نعثر على واحد من الصيادين نصادفه ونسولف وياه للأسف هذا الواقع هذه العلوة الرئيسية بكل الجنوب اللي تصدر يوميا من 100 إلى 150 طن من الأسماك من هذه الثروة العظيمة الطبيعية كل شيء ماكو اليوم أبشركم فخلي ننتظر احنا لكن حصل واحد نسولف يعني هسه انت جاي تحضر حتى تطلع رحلة الصيد اي ماشي للصيد هسه للصيد اي من العصر لليل الليل يلا ثاني يوم الفجر يلا ترد اي ترد هناك اي ساعة بثنتين تقريبا كفى تكف اي من الليل تجي هناك تبيع اي زين هسه المشكلة هي الماي الماي ماكو ماي الماي ماكو اي ماكو نريد نطفها من كم من الدولة زين قبل بيش تبيع سمك يوميا
بيع نعمه حصل حق. ايش قد والله؟ بيع 200 فوق ال 200. شنو 200؟ 200,000 يوميه. يوميه ما شاء الله. هسه صايودنا اللي يجيب لك 30,000 40,000. هسه 30 40,000 شو صفالك من هالت؟ صفالك على بقى لك 5,000 10,000. يبقى لك ربحك يعني. ايه؟ بنزينك وبنزينك غير بنزينك يضل لك 5,000 10,000. 10,000 شو اسوي؟ 5,000 10,000. اي شو اسوي؟ شو اسوي؟ عندك عائله انت؟ شو اسوي؟ وهاي تطالع من الظهر ثاني يوم الفجر. اي هاي يلا يجي. يلا يلا يجي. اي هاي. زين انت كم سنه صار لك هنا؟ هنا اصل عماره. كم سنه صار لك بالصيد؟ صار لي بال 25 سنه. 25 سنة. اي. هم مريت بانتكاسة مثل هاي الانتكاسة؟ لا ماكو. ماكو؟ اي ماكو. ماكو وضع تعبان مثل هذا الوضع. انواع من السمك اللي بعد ما تحصلوها البنية راحت، السمتية راحت، صارت بالشانقة، الشانقة ما حد ياكلها. يعني اكو انواع هي اكو انواع، الشلج راح، السمتية راحت، البنية راحت. هي انواع هي هاي على هاي زينة اللي فيها خبزة. هي اللي فيها خبزة، لكن الشانقة جابوها من مصر ذباعين. شانقة هو بيش كيلو بالولاية بألف. وين عندنا الشانقة اسوي جيبها 2.5. يبقى الكيلو بخمس مدينة. يعني الكيلو بخمس مدينة. 500 صح؟ اي. وانت هذا دقك ولطمك منه شو اسمه لا تحصل بنية. وين البنية راحت؟ ولا سمتية. راحت بنية. زين انت ليش باقي بهاي المهنة؟ واي اكو منكم هجروا هذه المهنة عافوها؟ وين تروح بعد؟ وين تروح؟ وين انت؟ هذا مصيرك. هذا مصيرك وين تمشي؟ فكرة تقعد الساعة ما اطلع يوم يومين وين اروح؟ عن جبر اطيح اطلع. اطفالك يقتلون الجوع. وين اروح؟ وين تروح؟ ما تعرف تشتغل. حشيك هسه من حشي حشي من كل قلبك. من كل قلبك. اي والله العظيم. مجمور قلبك. إيه. مجمور. اي والله. الله يعينك والله يرفعك ان شاء الله. الله والله. هنا كارثة الكوارث خلال جولتنا وسط الأهوار. عفواً سابقاً كانت أهوار هسه صحراء. هذه المنطقة المتواجدين بها حالياً هي قرية عراقية مستوطنة سومرية عمرها أكثر من 6,000 سنة. أصل البشرية هنا أكثر من 50 قرية إيشان حلاب. السومريين هنا، العراقيين هنا، الأصلاء هنا، لكن مو اليوم، مو اليوم. من 2003 لهذه اللحظة 4 مرات تحول اسمها إلى القرية المهجورة اللي باقي منها فقط هذه المقتنيات. الله يقبل. تتخيل الأهوار هذه قطرة مي ماكو، اللي باقي بيوتات قصب بيوتاتهم، ويمكن الكاميرا ترصد عدد من هذه المواشي اللي باقي من عمرها أيام وتموت. تركوا حلالهم، تركوا بيوتاتهم، تركوا مقتنياتهم، تركوا مصدر رزقهم الوحيد وهجروا بعد جفاف الأهوار. ردنا بس واحد نحكي وياه، بس واحد من أهالي هذه القرية نسولف وياه، يسولف وجعه، يسولف ألمه، يسولف خسارة كل شيء. والله ما لقينا، صارنا نص ساعة نتجول هنا بين هذه بيوتات القصب، بين هذه الأراضي، حتى اكتشفنا شوارع جديدة ظهرت، تضاريس اختلفت هنا، جفت حولت إلى صحراء وشارع موجود يعني ما نعرف هذا شنو. تحول كل شكل المنطقة هذه من شكل من حياة من ثروة عظيمة إلى صحراء قاحلة. تتخيل هذه المواشي تعيش بالصحراء عمرها أيام وتموت، واللي شفناهن بالطريق نفوق العديد من المواشي للأسف. راح ناخذ هذه الجو. إذن سجل عزيزي المتابع، هذه القرية قرية مهجورة، قرية عراقية عمرها أكثر من 6,000 سنة. أصل البشرية مهجورة، ماكو ولا شخص واحد، لا طفل لا شيخ لا امرأة، كل تركوا كل شيء وهاجروا. هذه هي الأهوار.
اي صورة من الصور داخل اي منطقة من مناطق تشبايش ما تختلف هواية عن المنطقة المجاورة لها. بعد الحياة موت، انعدمت الحياة في كل هذه المناطق. اتحدث مع رئيس منظمة تشبايش للسياحة البيئية استاذ رعد الاسدي. احنا بالربع الخالي هسه وين؟ احنا الان بصحراء الاهوار العراقية للاسف الشديد. هذه المنطقة كل الباحثين العالميين والمهتمين بالبيئة العالميين يسمون الاهوار العراقية جنة عدن. جنة عدن، ولكن جنة عدن الان تحولت من جنة عدن الى صحراء خالية من كل انواع الحياة، واغلب الناس سكان الاهوار اللي هم يعتبرون حياة الاهوار وروح الاهوار روحية الاهوار الان تركوا منطقة الاهوار واصبحوا ناس مشردين مهجرين، فقدوا لكل مصادر عملهم ومصادر رزقهم. بعد يومية كهجرة، هو يومية بشكل يومي قسم جاي ينتقلون من منطقة إلى أخرى ومن محافظات إلى أخرى، يعني مستمرين، لأن منطقة يعني الجفاف في منطقة الأهوار تقريبا صار لأكثر من 8 أشهر لحد الآن من استمر الجفاف. لحد الآن لم تجد الحكومة أي حلول آنية بدورها إيجاد منفذ لسكان الأهوار من أجل تجاوز أزمة الجفاف. استمرار الأزمة يعني استمرار الجفاف واستمرار العاطلين عن العمل واستمرار فقدان مصادر الرزق. هذه الموجة رقم شقد من 2003 لليوم؟ من 2003 لحد الآن جفت الأهوار 4 مرات. هاي المرة الرابعة، هاي المرة الرابعة. هذا الجفاف يعتبر الأعنف والأكثر لأن الأكثر ضرر، الأكثر ضرر لأن درجات الحرارة جدا عالية السنة، فبالتالي كميات التبخر كانت كبيرة جدا، يوميا 3 سنتيم تبخر في منطقة الأهوار. هذا التبخر حتى وإن وجد ماء فهو الماء غير صالح للاستهلاك لا البشري ولا استهلاك الحيواني، ملوث أكيدا ملوث، وبالتالي هذا الماء يسبب التلوث، سبب نفوق الأسماك. المشكلة الكبرى مو بس بالجفاف، المشكلة الكبرى أنه كل المجاري العراقية جاي ترمى إلى نهري دجلة والفرات، وبالتالي قسم أخذت نصيب الأهوار من المجاري. أحسنت، وبالتالي جزء من المجاري ترمى بشكل مباشر للأهوار. إذا كانت إطلاقات الأهوار يومية 50 متر بالثانية، فهاي 40 متر منها مع المجاري، مياه مجاري، مياه ملوثة، وبالتالي حتى وإن وجدت جزء بسيط من المياه في منطقة الأهوار هذه المياه غير صالحة للاستهلاك، لا للاستهلاك البشري. المياه اللي موجودة هسه اللي باقية ملوثة، جزء منها مياه مجاري. أحسنت، وبالتالي أصبح سكان الأهوار ضحية الإهمال، ضحية التلوث، ضحية المجاري، ضحية فقدان الأمل في منطقة الأهوار. يعني بصراحة اللي أشوفه يعني شيء يدمي القلب إنه سكان جنة عدن يصبحون الى سكان منطقة صحراوية، واللي شوف الان التراب اللي احنا بيه، احنا داخل الاهوار تراب وهواء عالي ومنطقة صحراوية. يعني توقعاتك المرحلة القادمة شنو راح يصير اكثر من اللي صار حسب الاهوار؟ بصراحة احنا حسب خبرتنا وحسب الناس اللي عندهم خبرة في مجال البيئة، بعد 10 سنوات إلى 20 سنة ماكو شيء اسمه أهوار إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن. بعد 10 سنوات ماكو نعم شيء اسمه أهوار. نعم، لا تستغرب. ليش؟ عدم وجود اتفاقيات حقيقية مع دول الجوار، عدم وجود هناك مائية، إدارة مائية حقيقية لإدارة ملف المياه. تخيل إحنا سنة نعاني الفيضان وسنة نعاني الجفاف، هذا شنو سببه؟ هناك مشكلة سوء الإدارة أعتقد كانت أحد الأسباب اللي أدت إلى جفاف الأهوار، بالإضافة إلى الإهمال الحكومي وعدم وجود هناك مشاريع بديلة. إحنا اليوم لو كان أكو هناك في كل قرية أكو آبار وأكو محطات تحلية على الطاقة الشمسية وأكو مشاريع استراتيجية من دورها تحافظ على سكان الأهوار خلال فترة الجفاف، كان ما تعرضوا سكان الأهوار اللي ما هو عليه الآن. تخيل أنت اليوم مصدر رزقك ومعيشتك هاي الجاموس اللي تعبت عليها سنوات حتى تربيها وصير توالد، تجي خلال أسبوع أو خلال شهر تفقد جزء، نص جاموس مالتك أو تفقد الجاموس مالتك، وتصبح عاطل عن العمل، لا باستطاعتك تروح للمدينة وتجيد أعمال المدينة ولا وجود الأهوار. فشنو اليوم يعني سكان الأهوار فقدوا يعني المواشي، ما يقدرون يحصلون على الكميات يعني من الأسماك اللي كانوا يحصلون عليها يوميا، صيادين، الأراضي جفت، شنو مصيرهم اليوم؟ والله هذا السؤال ممكن ينسأل الآن إلى كل الدستور العراقي، يقول لكل مواطن حق كفالة العيش الكريم. واحد منهم شنو مصيرهم؟ والله أنا بالنسبة لي مصيرنا نحو المجهول.
المكان صحيح بالعراق، واحنا ناكد يابا هذه الاهوار، هذه الناصريه، هذه الشبايش، بس الصوره تقول بفرق. احنا انا اجزم هذه افقر قريه عراقيه موجوده اللي هي الحسكه. هنا كلهم مواطنين اصليين من مئات السنين. استاذ رعد من مئات السنين عايشين هناك، كل حياتهم وشغلهم على الحلال، وبعض منهم صيادين، واليوم فلسوا من الصوبين، حلالهم مات وسمك ماكو. المحزن انه بعضهم حتى ما عنده اللي يثبت بالقانون انه هو مواطن. يعني وحوراء انت احدى من الاطفال، يعني بعض الاطفال اللي ما عندي الجنسيه عندك لو لا؟ ما عندي الجنسيه. زين انت يعني ما قدرت تدخلين المدرسه؟ هسه اريد ادخل بس ما عندي جنسيه. انهضمت خطايا الطفله. يعني 10 سنوات تشوف صديقاتها 10 سنوات واصله للرابع ابتدائي. زين ابوك ليش ما يقبل يطلع لكم جنازه؟ ليش ما يقبل؟ قلت له ابوي اريد جنسيه، قال لك لا. ليش؟ قاعد يقول ما عندي. ما عنده فلوس للجنسيه؟ شو يشتغل هو؟ يشتغل قبل يشتغل شريك او بطل. بالحلال؟ لا شريك. بيمن شريك؟ شريك بالدوام يشتغل. وبطل بعد عافى؟ طردوه بابا من الدوام؟ ما عنده فلوس يسوي لي الجنسيه. لا اله الا الله. يعني انه توصل المرحله اللي يعني 10 سنوات راح من حياتها وهي ما فاهمه شيء ومهضومه، تريد لها شيء يثبت انه هي عراقيه. مره تريد تروح للمدرسه تشوف صديقاتها صارن بالرابع خطيه، يمكن يعني يحترمن مشاعرها ما يقول لها احنا بيها صفصرنا. ومره تريد يعني حالها حال اطفال انه تعيش يعني بلا مدرسة وبهذا الوضع، وأبوها مطرود من العمل. الله يعينها. أنت تريد تقول شيء؟ هنا الفقر يعني كل اللي عايشين هنا تحت مستوى خط الفقر. جاسم مش كم بيت منا شالوا هجروا؟ شالوا حوالي 30 بيت، 40 بيت. 40 بيت بس من هالقرية؟ اي بس من هالقرية. حسكة بس من حسكة 40 بيت؟ ايه. واذا يوقع لها الوضع بعد يعني بعد ما يظل ناس. ما يظل ناس؟ اي ما يظل ناس ابد. تهاجر كله؟ ايه. تتوقع ايش قد بعد يبقى اذا بقى الوضع هيك كله تروح؟ اذا يبقى بعد ما يظل صحراء. صحراء؟ ايه. تتوقع انت ايش قد يبقون بعد يتحملون؟ بعد يتحملون ما كنت اروحهم بعد شهر شهرين. شهر شهرين؟ هي هاي الناس اصلا قلت المعيشه، بعد المعيشه ما بيها. بعد معيشه؟ ايه. تتوقع انت محمد شهر شهرين ما تظلون حتى التكل تروح؟ لا يظل على هذا الوضع؟ بعد ايه؟ ما راح اظل الناس. ما تظل الناس؟ اي. معيشتكم على الحلال؟ اي على الحلال. ولا الحلال مات؟ اي والسمك، بعد هو السمك ظل علقاع. ماي ماكو. مات علقاع. اي. كلها انت تتوقع راح تهجي؟ اي كلها تهجي. عالم هناك تله جوع محمد؟ جوع، ويعني بعد هي ناس اصلا هي المعيشه، بعد المعيشه ما بيها. ما بيها معيشه. اي واذا يظل على هالوضع بعد يعني الناس بعد تهاجر من هاي المنطقه. تهاجر هاي المنطقه. ايه. قبل شلون كانت حياتكم؟ قبل على الحلال والسمك. ماشي. اي يعني هي سهل وادي معيشتها على الماي. على الماي؟ اي على الماي. ماكو ماي؟ ماكو ماي بعد يعني بعد ينسوها. اي ينسوها. احنا الان متابعينا الاحبه بضيافه
قائم مقام قضاء تشبايش الأستاذ كفاح الأسعدي. قبل أيام كان له تصريح خطير جدا حول نسب الجفاف، ناقلته بعض وكالات الإخبارية، مضمون أخويا تقول 99%. قبل ما راح بك، هذا الرقم مهول، يعني نسفت الأهوار أنت، شلونك؟ حياكم الله يا مية تلبيك. الله يعزك. طبعا بالبداية أشكر قناة الفرات حياك لوصولها إلى قضاء تشبايش والنزول ميدانيا إلى أهوار قضاء تشبايش. اليوم في قضاء تشبايش تعتبر قضاء منكوب، وذلك لأن نسبة الجفاف وصلت إلى 85%. يعني مو 99%. خلينا نتكلم بصراحة اللي إلا كانت إذا 85 وإلا 99% ما هي إلا حقائق موجودة. 85 10 من عدها هي طبعا أنهار وجداول صغير لا يتعدى نص متر بالحقيقة اللي 50 سنتيمتر، والقسم الثاني هي برك. قلت فينيسيا العراق، فينيسيا العراق صارت صبخة العراق. هو اليوم اللي جاي نتكلم عليه 85 ما يختلف عن 99. هذا الواقع اللي جاي نعيشه. ليش انقطاع المياه من المصدر؟ صح، انتوا قعدتوا ويا الجهات المعنيه، سولفتوا ويا الوزاره، الموقف شنو؟ حكومه ذي قار بشكل عام، سولف لي اياه. بالحقيقه كان هنالك مؤتمرات قد اقيمت بهذا الغرض وهذا الشأن، تطرقنا لبعض التفاصيل، منها لابد للحكومة المركزية تكثيف الجهود باتجاه تركيا لمحاولة لإنعاش هذه المنطقة. هذا رسالتكم لابد على الحكومة المركزية تكثيف الجهود. تكثيف الجهود هذا جانب، والضغط على الجانب التركي. والجانب التركي. النقطة الثانية تعويض المربي الجاموس اليوم الصيادين. إيش قد فقدنا من هذه؟ والله بالحقيقة اليوم ترحال كثير، يوميا نوقع يعني بالعشرات باتجاه محافظاتنا. عشرات البيوتات يوميا. البيوت، ولكن ليس بالعدد اللي نطلبه. احنا دائما يسألوننا ايش قد العوائل ارتحلت. مو هنا المشكله، مو هنا المشكله بعدد الرؤوس الجاموس اللي الثروه الحيوانيه. الثروه الحيوانيه ايش قد هذا اللي يعني وصلت اكثر من 6000. طبعا 6000 راس جاموس، هذا طبعا اللي عندنا معلومات. هذا جانب مؤكد. الجانب الثاني ممكن اشاره اليه، هذا جانب رسمي. رسمي. الجانب غير رسمي اللي جاي ترتاح للناس مع تعاون السيطرات اليوم الموجودة، يدرون بالوضع العام. على علم أنه قضاء تشبايش اليوم ممكن أن نطلق عليه منطقة منكوبة. منكوبة. منكوبة بالحقيقة من حيث ارتحال ونزوح، ليس فقط لمربي جاموس، وإنما أيضا عامة الناس اليوم، وكذلك الموظفين. والدليل على ذلك مؤسسات الدولة، ممكن سؤالها إيش كم عدد من الموظفين ارتحلوا من وزارة يعني حتى التربية. عامة الناس، حتى موظفين بدوا يرتحلون لأسباب قضاء تشبايش، كأنه مرتبط روحيا ومعنويا بالهور، كأنه قد فقد شيء، فلذلك تلاحظ الترحال. هذه الأهوار الكبيرة جدا أصبحت صحراء مع كل الأسف. أستاذ كفاح، السوق ما بيروح. أيه؟ المدينة كلها ما بيها روح فعلا، وهذا هو السبب الرئيسي. جاي اللحظة أنه أنتم تجولتوا في قضاء تشبايش، لذلك من خلال قناتكم الكريمة نناشد أولا رئيس الجمهورية والذي وصل إلى هذه المناطق. أيه. وكذلك رئيس الوزراء وكل الخيرين الموجودين في الدولة وكل المنظمات المعنية والمحافظة على أهوار وإدامة الأهوار، وكذلك على السياحة والمهتمة بشؤون أهوار العراق وخاصة قضاء تشبايش. نداء استغاثة يطلق الآن من أرض الهور، من تشبايش، من قائم مقام تشبايش، نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية، إلى كل الجهات المعنية. نعم. عم يسوي لكم هاشتاغ انقذوا تشبايش. وكذلك أستاذ أحمد، اليوم وزارة الموارد عليها أن تنصف هذه المنطقة، هذه المنطقة المجاهدة. هذه المنطقة التي تعتبر في ذنائب نهر الفرات. نهر الفرات اليوم، عمود نهر الفرات على سبيل المثال، يعني العفو وزارة الموارد ما أيضا مقصرة لو أكيد 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 مقصرة. إحنا على الرغم شحة المياه وقلة الأطلاق المائية نعرفها دوليا، ولكن لا ينسوا أن هذا القضاء يعتبر بالذنائب، فلذلك
على الوزارة عندما تخطط. كل وزارة لديها خطة سنوية، صحيح. فلذلك يجب أن تحسب أو تخلي بالحسبان أنه هذه المنطقة تعتبر من المناطق الرئيسية في 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 جنوب العراق، وتحت يعيش عليها طبعا أكثر من 55,000 نسمة فيها. يعني توزيع وزارة الموارد مو صحيح، وزارة الموارد يعني قاسي عليكم. طبعا بالحقيقة لا نخفي على الجميع، اليوم نهر الفرات 76 أو أقل من 76 المنسوب ماله، العام الماضي 127. هذا واحد. النقطة الثانية، التصريفات النواظم اليوم 38، ما بين العام الماضي 112. فلذلك لم تصل في أسوأ، في أسوأ احتمالات وأسوأ الأوضاع، يجب أن يكون التصريف في النواظم الذيلية يجب أن تكون بالخمسين بأسوأ الظروف الموجودة. واليوم جاي نعيش إحنا هنالك سبب طبعا هنا اليوم حتى رداءة المياه الغسل وانتم شاهدتوها، والسبب الرئيسي ما حد يعرف ليش. وبنهاية هذه الحلقة متابعينا الأحبة راح نتحدث بلغة الأرقام عن حجم الضرر اللي لحق بمنطقة الأهوار، سواء تحدثنا عن الجفاف أو عن الثروة الحيوانية أو عن الثروة السمكية. نبدأ. سابقا كانت مساحة الأهوار تقريبا 25,000 كيلو متر مربع، اليوم انخفضت إلى الربع تقريبا، يعني نسبة الجفاف تجاوزت 70%. بعد سابقاً 1500 صياد يمارسون مهنة صيد الأسماك، اليوم ما يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. بعد سابقاً كان موجود داخل منطقة الأهوار أكثر من 35,000 رأس جاموس، اليوم ما نعرف إيش قد باقي، لأن بسبب هذا النفوق وبسبب الملوحة وبسبب التلوث بالمياه ما نعرف ايش قد باقي اليوم. معلومة أخرى، الأهوار كانت تنتج يوميا من 100 إلى 150 طن من الأسماك، اليوم ما يتجاوز 10 طن إنتاجها اليومي. معلومات صادمة أخرى هذا اللي استشفيناه من حلقة هذا اليوم، لكن نكتفي بهذا القدر والله يعين أهلنا على هذا الضيم وعلى هذا الواقع الجديد اللي صراحة ما مألوف أبد. أشوفكم إن شاء الله بحلقة قادمة من برنامج المهنة.